الفصل الأول، كيفية فتح حساب تداول. مرحبا بكم في حلقات فيديو أقسام التعليمية التي سنواجهك خلالها لكيفية استخدام MetaTrader 4. سيوضح لك الفيديو الأول كيفية فتح حساب في بضع خطوات سهلة وتثبيت منصة تداول MT4. قبل تثبيت MT4 تحتاج أولا لفتح حساب. توجد أقسام الحساب في أعلى الجانب الأيسر من صفحتنا الرئيسية. يمكنك أن تختار إما فتح حساب تجريبي أو حساب تداول حقيقي. يحاكي الحساب التجريبي ظروف التداول الحقيقية مع أموال افتراضية حتى تحصل على فهم أفضل لكيفية عمل المنصة في ظل ظروف السوق اللحظية وتختبر مهاراتك في التداول دون مخاطر. حساب التداول الحقيقي من ناحية أخرى يتيح لك استخدام MT4 للتداول بأموال حقيقية. والآن لنفتح حساب تداول حقيقي. الضغط على زر افتح حساب حقيقي توجهك أولاً إلى صفحة تسجيل الحساب الحقيقي. في الخطوة الأولى ستحتاج إلى تعبئة تفاصيلك الشخصية. تذكر أنه أثناء التسجيل تقبل فقط حروف الأبجدية الإنجليزية. بعد ذلك اضغط على زر الانتقال للخطوة رقم 2 لإكمال تسجيلك. هنا يجب عليك التأكد من تعبئة جميع الحقول. تفاصيل حساب التداول هي الأكثر أهمية. أولاً عليك أن تحدد نوع الحساب الذي تود فتحه. للإيداعات الأولية الصغيرة مثل 5 دولارات أمريكية يمكنك اختيار إما حساب مايكرو أو حساب ستاندرد. الخطوة التالية هي اختيار عملة الحساب الرئيسية من بين جميع الخيارات المتاحة والتي سيتم تعيين جميع أنشطة تداولك بها. بعد ذلك تأتي علامة تبويب مبلغ الاستثمار Investment Amount حيث ستختار نطاق إيداعك الأولي. لا تنسى أن نطاق القيمة التي ستختاره سوف يؤثر أيضاً على أقصى رافعة مالية لحساب تداولك. الخيار الأول من 5 إلى 20 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بعملة الأساس للحساب مع أقصى رافعة مالية 1 إلى 888. الثاني من 20 ألف وواحد إلى 100 ألف دولار أمريكي مع أقصى رافعة مالية 1 إلى 200. والخيار الثالث هو من 100 ألف دولار أو أكثر ودون حد أقصى مع رافعة مالية 1 إلى 100. إذا كانت لديك خبرة تداول سابقة يرجع تعبئة قسم معرفة وخبرة التداول Trading Knowledge وفقاً لذلك، أما هذا القسم ليس إلزامياً. الآن ضع علامة على المربع الأخير الذي يقول أنك قرأت وفهمت كل سياسات الشركة واضغط على زر افتح حساب حقيقي. بعد ذلك سيتم توجيهك إلى صفحة تأكيد الحساب حيث ستتم مطالبتك بتنزيل منصة MT4. للاطلاع على مجموعة المنصات الكاملة لدينا يمكنك زيارة هذا الرابط الذي سيعيد توجيهك إلى صفحة المنصات. فضلاً اختر من الخيارات الموضحة أدناه ما يناسبك وفقاً لنظام تشغيل جهازك ماك أو بي سي واضغط على زر مزيد من المعلومات. بعد ذلك سيتم تحويلك إلى الصفحة التي يمكنك منها تحميل MT4 في غضون لحظات. أولاً اضغط على رابط التنزيل Download Link وسوف تفتح لك نافذة تثبيت جديدة. ثم اضغط على احفظ الملف Save File لتحفظ الملف في مجلد التنزيلات Downloads. اضغط ضغطا مزدوجا على ملف xm.exe وتابع بالضغط على التالي Next لتثبيت المنصة. عند هذه النقطة سوف تظهر نافذة منصة العميل. بعد أن تقرأ وتفهم اتفاقية الترخيص تابع بالضغط على التالي Next. توجد علامة على مربع شغل البرنامج Launch Program افتراضيا، لذا أنت لست بحاجة إلى تغيير الإعدادات قبل الضغط على التالي Next. بعد ذلك بفترة وجيزة سوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني مع تفاصيل تسجيل دخولك الشخصية. لديك هنا أيضا خيار تنزيل منصة MT4 مباشرة من البريد الإلكتروني أو من موقعنا على الإنترنت تحت علامة تبويب المنصات Platforms. بمجرد اكتمال التثبيت يمكنك تشغيل المنصة بالضغط المزدوج على أيقونة أقسام المحفوظة على سطح مكتبك. عند التشغيل سوف تفتح نافذة تسجيل الدخول. تتطلب هذه النافذة من المستخدم أو المستخدمة وضع تفاصيل تسجيل الدخول وكلمة السر للتفعيل والدخول إلى المنصة. تأكد من استخدام تفاصيل تسجيل دخول رقم الحساب الواردة في بريدك الإلكتروني. أدخل كلمة السر في مربع كلمة السر Password. تستخدم كلمة سر المستثمر Investor Password لأغراض القراءة فقط. لاحظ أيضاً أن التفاصيل حساسة لحالة الأحرف. تأكد من استخدام الخادم الصحيح حقيقي ريل للحسابات الحقيقية وتجريبي دمو للحسابات التجريبية.
تذكر أن ترك مربع حفظ معلومات الحساب Save Account Information دون وضع علامة عليه والتي تكون موضوعة افتراضياً يجعل MT4 لا تخزن بياناتك وسوف يطلب منك إدخال تفاصيل تسجيل دخولك مرة أخرى. شكراً للمشاهدة.